رقم متوقفة عنده أو مهم بالنسبة لك اللي هو 369، اشرحي لي إيش سر هذا الرقم؟ هذه أرقام الخلق اللي موجودة في كثير من الأديان وموجودة في القرآن الكريم، لما يقول الله وكان في المدينة 9 رهط، ومثلا أدوار خلق الإنسان في الرحم 3 أشهر تنفخ فيه الروح، وبعدها 6 أشهر يكون صالح للعيش، و9 أشهر يكتمل الحياة. فهي أرقام، خلنا نقول هذه الأرقام اعتمد عليها الكون، قائم على هذه الأرقام، يعني التدرجات، واستخدمت في القرآن كثيرا. يستخدم أرقام ثانية غير 9 و6 صحيح و3. صحيح، وكلها في معناها. 5 استخدم و4 كلها استخدم. كلها في معناها، ولو شفت المفسرين وكذا، كل رقم له معنى وله في نص بس الآية. فكرة أنه هذا الرقم يفك كود الكون. كيف يفك كود الكون؟ إيش ميزة هذا الرقم؟ أنا قلت هذا الكلام؟ أنا أسألك. لا، أنا ما قلت هذا الكلام. إيش يسوي الرقم 369؟ مثلا إذا أنت فهمت أنه مثلا كيف الجنين يتطور من خلال هذا الرقم، فأنت مثلا خلنا نقول تبغى تجيب مجموعة موظفين لشركتك، فبتقول لي بجيب 4 موظفين ولا 3؟ بقول لك جيب 3. ليش؟ لأنه في اتساق وفقا للنسق اللي احنا شفناه في الكون، مو وفقا لسمية الناصر. هذا الكلام، انه مين قال انه هذا الرقم متسق في الكون بهذا الشكل؟ الله قال كذا؟ لا، انت تفهم من الخلق اللي موجود عند الجنين، ومن مثلا قول الله سبحانه وتعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كيف انهم استطاعوا انهم يفسدون ويتجاوزون يعني كميات الصلاح المقابلهم. عموما تقدر تفهمها بهذه الطريقة. خلني أسألك.